في كل واحد من أصحاب الحسين كان هنالك قرابة 500 شخص من الأعداء، ومع ذلك ما خاف منهم أحد، ولا هرب منهم أحد، ولا وهن منهم أحد، ولا استسلم منهم أحد. فكل واحد منهم كان يشكل لوحده جيشا كاملا وأمة كاملة. لقد برهن الحسين عليه السلام بجهاده أن طريق النجاة في حكومة الطغاة هو في الجهة المعاكسة لطريقة العيش في الحياة. من جرائم بني أمية في حربهم مع الحسين أنهم أيقظوا في القبائل العربية روح الجاهلية الأولى، ودفعوها لتمارس القتل والغزو والسلب والنهب كما كانوا يفعلون في الجاهلية، ولكن تحت راية الخلافة هذه المرة مع الأسف. في جبين الحسين عليه السلام كانت تطوف كل النبوءات، وفي ضميره كانت تدور كل المكرمات. لقد وقف في يوم عاشوراء من باع نفسه للرحمن في مواجهة من باع نفسه للشيطان، وتلك هي القضية باختصار، مجابهة لا بد منها بين رب العزة والجلال وبين إبليس الذي حلف أن يقعد له صراطه المستقيم. بحق أقول لكم، دنيا بلا حسين هي سلطة طغيان وأمة عميان وحياة خسران. راية الحسين هي راية رسول الله، وكرامة الحسين هي كرامة رسول الله، ومن دون رايته وكرامته لن تحفظ لرسول الله راية ولا كرامة. لقد واجه الحسين عليه السلام أعداءه بإيمان محمد وشجاعة علي وعزيمة فاطمة وصبر الحسن وإرادة الأنبياء وصدق الشهداء.